يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقرأ في بعض الصحف إعلانات يقولون ادفع كذا من المال ونقوم بالبحث عن وظيفة لك، فما رأي فضيلتكم في هذا مع أنني قد سمعت أن أحدا من إخواننا المسلمين قد وجد وظيفة بهذه الطريقة، فهل ذلك جائز؟ الواجب عليكم أن تجمعوا هذه الإعلانات وأن ترفع لولاة الأمور. هذا معناه أنهم يبيعون الوظائف والأعمال، وأن الوظائف ملك لهم، يوظفون من يشاءون، لا بحسب الكفاءات ولا بحسب الشهادات. فإذا كان صحيحا ما تقول فاجمعوا هذه الأوراق وترفع لولاة الأمور. نعم.